رحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا بقى دلوقتي نروح للأخبار اللي بتحصل برا مصر. بتبقى أخبار كده خفيفة ودمها خفيف وحلوة كده، وخلينا نروح لإيطاليا ونشوف مصور هناك إيطالي اسمه بايو أندريا باري، قدر إن هو ياخد صورة لمشهد حلوة قوي لبلد واخدة شكل فريد واستثنائي. الصورة دي لما تيجي كده تبصلها من السماء تلاقيها على شكل راجل ضخم وغريب وعنده كده رجلين وإيدين. عشان كده المصور كشف إن البلد دي هي جزيرة صقلية الإيطالية، وتم التقاط الصورة دي من خلال كاميرا محمولة جوه وهي الدرون، وظهرت البلد دي على شكل راجل عنده زي ما قلت لحضراتكم كده دراعات ورجلين، يعني زي ما حضراتكم شايفين على الصورة الصورة. نجمة البحر، مش أنا شايفها نجمة، لا أنا شايفها راجل عنده لابس طاقية كمان، يعني أنا شايفة كده لابس طاقية خلاص، لو لابس طاقية بتم، بس هنا بصي تحسيها مديها، لا راجل جدا شوي. يعني بايدين ورجلين وبيرقص كمان دلوقتي راجل خالص. طيب تعالوا نروح من إيطاليا لروسيا، وفي فيديو يعني من الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، وحاز على مشاهدة وإعجاب كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو ده بيظهر فيه لحظة هروب بانيو، ايوه بانيو زي ما قلت لحضراتكم كده، من صاحبه في شارع من الشوارع الروسيه، وظهر في الفيديو البانيو وهو بيهرب من صاحبه، لدرجه انه وقع اكتر من مره الراجل وهو بيجري ورا البانيو بتاعه بسبب زحلقته على التلج. حاول الراجل زي ما انتم شايفين ان هو يلحقه، لكن برضه فشل، لدرجه ان كان في اولاد بيلعبوا، اطفال بيلعبوا في التلج، حاولوا يساعدوه لكن برضه مفيش فايده، لحد ما قدر اللي هو يعني يمسك البانيو بتاعه في تقاطع من تقاطعات الشوارع هناك. خلينا نروح بقى للبنات ونشوف بيعملوا ايه. في بنت قدرت ان هي تحقق اكتر من 12 مليون مشاهدة حول العالم في لقاء واحد بس من ضمن سلسلة لقاءات عملتها مع مجموعة حيوانات، وده ضمن نشاط بتعمله هدفه تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الحياة البرية. طبعا كل يعني الصحفيين كده بيحبوا ان هم يعملوا كده لقاءات مختلفة، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة قدرت الشابة الصغيرة ان هي تحصد على تعليقات كتيرة جدا بعد ما الفيديو انتشر على كل وسائل الإعلام. That's a very long answer. Thank you. Sydney, what's the best way to start a conversation? Not by biting. All right. Wesley, what's your favorite thing about being a capybara? يعني هي ترجمت لغه الاصوات بتاعه الحيوانات وحطت لها سبتايتل على ان هو دي الاجابه على ان هي دي الاجابه، يعني خلينا الحيوانات نطقت. يعني هي جميله بصراحه، واللقاءات دي ممتعه جدا. يعني تحب تعمل حاجه كده؟ لا ما احبش طبعا. انا احب جدا بصراحه.